شخصيتنا اليوم أعزائي المشاهدين أحب التاريخ، فقدم لنا أكثر من 30 كتاب في هذا المجال. ضيفنا في حلقة بصمة قلم الأستاذ الدكتور حمد بن صراي، أستاذ التاريخ بجامعة الإمارات. في مدينة رأس الخيمة ولد حمد بن محمد بن صراي عام 1963. نشأ وترعرع في فريج المحارة، وفي هذا المكان لم يرتبط جغرافيا فقط، بل كان ارتباطه وجدانيا وعاطفيا. في البداية دكتور، لو تحدثنا عن مكان ميلادك وارتباطك الوثيق بهذا المكان. فيما يتعلق بالمكان، كل واحد له بصمة، قد تكون هاي البصمة موجودة في نفسه وقد تكون موجودة في واقع العاشة. فرأس الخيمة القديمة التي عشت فيها، في فرجانها، في حياتها، في معيشتها، هي التي أثرت علي في نفسي، وانطبع المكان كذلك في ذاكرتي وفي ذهني، ولهذا يوجد اتصال بيني وبين المكان. ربما هذا حتم واقع دراستي التاريخية، وربما كذلك واقع معيشتي في هذه البلدة. ولهذا لما تدخل إلى أحياء المدينة القديمة في رأس الخيمة ترى ذلك الوهج، وهج التاريخ اللي أسمي أنا، يعيش فيه الإنسان بهذا الشعور الموجود في قلبه وفي عقله. فهي ارتباط بلا شك بيني وبين المكان. حبك للتاريخ متى بدأ؟ كل العلوم تبتدئ من الشغف والمحبة للقراءة بصورة عامة. فنحن في مقتبل العمر قرأنا أشياء كثيرة، قصص، روايات، أخبار، لكن يبدو أن منذ عهد في الثانوية العامة بدأ عندي تركيز على تخصص التاريخ. أنا أعتقد أنه اجتمعت لأمرين، وجودي في مدينة رأس خيمة القديمة ولها العمق في العمق التاريخي، وثم دراستي للتاريخ بعدين في الثانوية، ثانوية رأس الخيمة، فصار ارتباط بين المكان وبين الزمان، فصار ارتباط بين الأمرين. في هذه المرحلة، مرحلة الثانوية، في شخصيات انت تأثرت فيها سواء كانت يعني تاريخية أو معاصرة؟ بالجانب التاريخي بلا شك أني أنا كنت في بداية أو طلب للتاريخ، كنت مغرم بالتاريخ الأموي، وكان عندي محبة لعبد الملك بن مروان، مروان بن الحكم، حتى سميت ولدي مروان، يعني أنا مروان بن الحكم وهشام بن عبد الملك. فيبدو أن هذا المنظور كان شيء يقودنا إليه بالذاكرة الداخلية أو المخزون الموجود عندي. فتجد أن التأثر بهذه الدولة العظيمة التي حكمت فترة من الزمن فكان مدخل إلي. ولهذا لما رحت الجامعة عملت أول بحث في حياتي عن الخليفة الوليد بن عبد الملك. لم يقف طموح الدكتور حمد بن صراي على قراءة كتب التاريخ فقط، بل كان يطمح أن يكون متخصصاً في هذا العلم الفريد. وفور حصوله على شهادة الثانوية العامة التحق بكلية الآداب في قسم التاريخ بجامعة الإمارات عام 1982. من حسن حظ أني دخلت جامعة الإمارات العربية المتحدة. من حسن حظك، ها، لأنها كانت الجامعة الوحيدة، جامعة الرواد. من حسن حظي أني درست وأدرس في نفس الوقت في جامعة الإمارات وفي قسم التاريخ نفسه.
اللي تخرجت منه خلال سنة 1986. حصوله على البكالوريوس في تخصص التاريخ من جامعة الإمارات لم يروي ظمأه، فواصل تعليمه العالي للتوسع والتعمق في الدراسات والبحوث التاريخية، فالتحق ببرامج البعثات الدراسية وسافر إلى بريطانيا لإكمال التعليم. ومن خلال دراسته العليا اطلع على الآلاف من الكتب والمراجع التاريخية. خلال تواجدك في الجامعات البريطانية، الشخصيات اللي تأثرت فيها دكتور؟ بلا شك أن جامعة مانشستر لها مكانة في نفسي، لأن عشت فيها عدة سنوات، وأكثر شخص تواصلت معه ولازلت أتواصل معه علمياً وجانب صداقة كذلك البروفيسور جون هيلي، هو أستاذي اللي أكون له كل احترام وتقدير، بهديت لحد كتبي ووجدت فيه ذلك العالم الجليل الذي فعلاً يقرأ التاريخ قراءة صحيحة. في شخص آخر أيضاً درسني اللغة السبائية اللي هو الدكتور ريكس سميث، وريكس سميث درست عندي بعض المساقات في اللغة السبائية، وله باع طويل في اللغة العربية وترجمة بعض المصادر اللغة الإنجليزية. زين، اللغات الأخرى شو اللغات اللي درستها؟ دارس التاريخ القديم يتطلب عليه قراءة النقوش، فدرست دراسة مكثفة للغتين مهمتين، اللغة السبائية البعض يسميها لغات المسند، واللغة السريانية، بالإضافة إلى تفرعات اللغة الآرامية، شيء من اللاتيني شيء من اليوناني. ليش؟ لحتى أقرأ النقوش القديمة اللي كتبت بها هذه اللغات. يعني هل مطلوب من طالب التاريخ أو الباحث أن يكون مطلع على هاي اللغات؟ إذا بتخصص تاريخ قديم يضطر لازم يقرأ يتعلم هاي اللغات، ولا كيف بيقرأ النقوش؟ الكتابات القديمة بلغات قديمة، الطريق اللي يفك الحرف يقرأ المعاني ثم يشرح مضمون النصوص الموجودة أمامه. ويرى الدكتور أن طالب التاريخ لابد له أن يتقن اللغات حتى يستطيع أن يطلع على مختلف المراجع والوثائق التاريخية ولا يكتفي بمصدر واحد. كل الأسلاف اللي سبقونا في هذه الدنيا وخلفوا لنا شواهد، آثار، كتابات ونقوش، وثائق، مخطوطات، أحداث، هي كلها من منظومة متكاملة طالب التاريخ يأخذ منها ما يستطيع ليكون الصورة التاريخية المتكاملة عن الحدث الواحد. لا يكتفي بمصدر واحد ولا باثنين، قدر ما يستطيع أن يجمع من مصادر يكون بها، يثبت رواية، ينفي رواية، يؤكد رواية، يضيف على أحداث رواية. بالعكس، هنا التكامل. إشكاليتنا أن يقرأ الواحد كتاب أو يقرأ كتابين أو ثلاثة ثم يتوقف. الحقيقة لا تتوقف عند مصدر أو مصدرين، بل عليا يتجاوز كثير من هذه الأعداد ويغوص في أعماق الوثائق والكتابات القديمة والمخطوطات والنقوش وغيرها حتى يستطيع أن يشكل الحدث التاريخي الواحد. أنا أدرس التاريخ لذاته، ما بالضرورة ماذا سيكون بعد التخرج. يعني الإنسان يطلع بشهادة في تخصص التاريخ حتفتح الأمور كثير في علوم الأخرى، لأن علم التاريخ هو علم مهيمن على علوم أخرى، علم الآثار، علم التراث، علم التاريخ الشفوي، علم الأنثروبولوجيا جزء من علم التاريخ، هي كلها تندرج تحت الإطار العام وهو علم التاريخ. يعني دكتور، أفهم من كلامك أن اللي بيدرس تاريخ يكون هم الأساسي حب المعرفة وتقديم المعرفة للناس قبل التفكير في مجال الوظيفة. الحديث معك جدا شيق، لكن أعزائي المشاهدين فاصل وللقصة الجميلة بقية.
تساءل البعض، ما الإضافة التي سأحصل عليها حينما أدرس علم التاريخ؟ هذا السؤال طبعا نوجهه للدكتور. دكتور، شو الإضافة اللي الواحد يحصلها لما يدرس التاريخ؟ يدرس الإنسان التاريخ فيضيف إلى حياته حيوات الناس كلهم منذ 5000 سنة. كل ما زاد في الاطلاع على ما مر في السابق فتزيد عند المعرفة، تشوف العمق. يعني إذا كان يعيش في هذا القرن ودرس علوم القرون الأخرى السابقة إلى نفسه، إلى 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 حياته، إلى عصره، كم سيضيف إلى هذا البعد كله؟ كلمة بتوجهها إلى طلبة قسم التاريخ في أي جامعة عالمية، وكلمة أخرى توجهها للذين يريدون أن يكتبون التاريخ. لا تستعجل لإخراج المعلومة بدون ما يكون عند الواحد مصدر يعتمد عليه. لما تقرأ كتاب وين مراجعه؟ ماشي مراجع، وين جاب المعلومة؟ ما في شيء. هل اختلق المعلومة؟ هنا تسيء للإنسان إن ما عنده توثيق. التوثيق مهم جدا، حتى لو كتب الهواء مش كل التوثيق. هذا هنا يقدم معلومة صحيحة للقراء. لمحت لك كتاب عن التدمريون، حدثنا أكثر عن هذا الكتاب وكم من الوقت استغرق؟ هذا الكتاب هو الآن 100 صفحة تقريبا، التدمريون في الآفاق الفسيحة. 8 سنين أنا خلصت، بس في ذلك أنه يتكلم عن جدلية واحدة، كيف تمكن أهل الصحراء في مدينة البادية السورية في تدمر من الوصول إلى مناطق بعيدة في العالم عبر ركوب البحار. يعني عندهم سفينة البر، عندهم سفينة البحر، كيف جمعوا بين الأمرين؟ هذه كانت جدلية الكتاب نفسه. وطبعا هذا يتطلب تبع النقوش والكتابات التدمرية ومكتشفاتها في العالم. حصلنا نقوش تدمرية في الجزائر وفي ليبيا والماء وتونس، في إيطاليا في حوض نهر الدانوب، في روما، في بريطانيا، هنا في الشرق كذلك. وللدكتور حمد بن صراي رأي في المقولة السائدة التي تقول أن التاريخ يكتبه المنتصرون. التاريخ دائما أكرر يكتبه المتخصصون. المنتصرون إذا كتبوه بأحداث خاطئة مع مرور الوقت ينكشفون، ويأتي ناس من بعدهم يكشفون زيفهم وأخطأهم، وبالتالي يبقى المتخصص هو الذي يكتب علم التاريخ. أما المنتصر أو المقولة هذه تنتهي في زمانها، ومن يأتي بعدها يثبت عكس ما زوره البعض من أحداث ومن قضايا، فتنكشف مع مرور الوقت فيما بعد. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير وللقصة بقية. كتاب التاريخ أعزائي المشاهدين هم الذين يوثقون الأحداث التاريخية ويقدمون لنا الدروس والعبر. أثرى الدكتور حمد بن صراي المكتبة التاريخية بأكثر من 30 كتاب في مختلف المواضيع التاريخية القديمة والحديثة، كما كتب عن الشخصيات الإماراتية المؤثرة، وقدم كذلك أكثر من 50 بحثا للمؤتمرات العلمية داخل وخارج الدولة. دكتور، حدثنا عن أول كتاب ألفته وفي أي سنة؟ أول كتاب تاريخ شبه الجزيرة العربية القديمة. أصل عندنا مادة بهذا المسمى في قسم التاريخ، تاريخ شبه الجزيرة العربية القديمة. وعندي طبعا مجموعة من الطلبة والطالبات درسوا معي المادة هذه، فنتيجة أني من عام 94 أدرس جمعت كمية كبيرة من المادة،
وصدرتها في كتاب صدر 1997-98، وهو أول طبعاً أول ما أرسل لي كنت فرحان كثير جداً. أكيد يعني أول كتاب. لا فعلاً كان فرحة بالنسبة لي أنا، مثل ولد البكر عند والدي، فتجد الكتاب هذا وفيه كتاب ثاني مع عالم التاريخ اليوناني والروماني مع بعض صدروا. وانت ألفت كتاب وبحثت طبعاً. إيه طبعاً المصادر بالإنجليزية، كتاب اليوناني والروماني كان تاريخ اليوناني والروماني، وهذا تاريخ شبه الجزيرة العربية كان تاريخ عن حضارات شبه الجزيرة العربية، سواء كان في الخليج، في اليمن، في الحجاز، قبائل عربية البائدة في أطراف شبه الجزيرة، التدمر، الأنباط، المناظر الغصاصنة. فهذا المادة كانت شاملة لهذا. فكان أول كتاب يصدر لي كان باكورة الكتاب، باكورة المؤلفات لي، والحمد لله لم تتوقف يعني. الهواة يمكن يستعجلون اليوم، يعني مستحيل يجلس في كتاب واحد مثلا 8 سنوات 9 سنوات، يمكن يعني حد أقصى عنده يألف كتاب خلال سنة ويصدر الكتاب. الهواة هذه لا مش مصيبة هذه، لأن ما عندي المنهجية أصلا للحديث عن الأحداث التاريخية. فالهاوي، والله أنا هاوي للتاريخ، متخصص مادة ثانية، أو هاوي للتراث وما له علاقة بالتراث. فمشكلتنا نحن مع الهواة. أما المتخصص في مادته بالجانب الأكاديمي ومعرفته في تجميع أطراف المصادر. دكتور، بنتحدث عن نقطة في غاية الأهمية، هو كتابة تاريخ دولة الإمارات. يعني تعرف الآن يعني في توجه من قبل الهيئات والوزارات الاهتمام في هذا الجانب. حدثنا بس عن مؤلفاتك في هذا الباب، تاريخ دولة الإمارات. نحن بهذا اللي أكد لنا أهمية علم التاريخ وأهمية تخصص في التاريخ، على الأقل نكتب عن تاريخ بلدنا، تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ليس من 1971 بل هي من قبل ذلك، وحتى عصر الحديث وحتى هذه اللحظة. فنحتاج أحد يكتب من جانب أكاديمي في منهجية علمية صحيحة. التاريخ الشفهي جزء من الحفاظ على تاريخ الإمارات وتتبعه من مصادره، نسميه المصادر الحية، لأنهم الرواة، أنهم عاصروا الأحداث، فيعطيك معلومات يعني متكاملة حول هذا الموضوع وفيها شيء من الجودة. فبالتالي يجب أن نكتب تاريخ الإمارات بطريقة منهجية علمية معتمدة على المصادر، على الوثائق، على الكتابات الأخرى، ونعقد لكم موسوعة تاريخ الإمارات. إذا دكتور في لك كتب أخرى يعني مختصة بهذا الجانب تحدث عن تاريخ الإمارات؟ أنا عندي تاريخ الآن إن شاء الله في بوظبي بينطبع، رحلة الصبر والمنال، يتكلم فيه عن أهل الإمارات اللي اشتغلوا سابقا في دول الخليج العربي قبل الاتحاد. هذه الأستاذ علي بوريش قال هذه ملحمة تاريخية، إن نحن نكتب ونجمع جزء كبير من الرواة في هذا المجال. كتابي الآخر عن جوازات إمارة رأس الخيمة قبل الاتحاد أيضا 3 مجلدات، والكتاب مطبوع. وعندنا الآن مشاريع ثانية مع هيئة الشارقة للأرشيف والوثائق، أيضا لها جانب مهم يركز على الرواية الشفهية. مقالاتي اللي اكتبها في جريدة البيان من 2016 إلى الآن والحمد لله، فتجد فيها كم هائل، المقال الواحد حضر في 10 أيام في المقال الواحد. نعم. ليش؟ لأنه طبعا مثل ما تفضلت، نعم لازم أتأكد من المعلومة، لأن هذا القارئ ودي يعني يقرأ ملموس، بشيء ملموس، ما أعطيه بدون ما أنبه من أين المرجع اللي اعتمدت عليه، فيجب أن أقدم المعلومة الصحيحة. دكتور أشوف هنا ما شاء الله شهادة وموقعة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة. الشهادة هذه شو تعني لك؟ هذه رمز الفخر بالنسبة لي أنا،
شيء رائع افتخر فيه افتخار ابدي ومجد بالنسبه لي انا. ان صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان الله يحفظه يكرمني في 2012 على احسن كاتب اماراتي لمؤلف وكتاب اماراتي، وتسلم الشهاده من واسلم عليه، فهذا تكريم بالنسبه لي انا واعتز به اعتزازا كبيرا. تجارب ادبيه اماراتيه تشوف انها واعده؟ والله يا اخوي يعني ما شاء الله الساحه مجموعه منهم، بس انا قريت للاخ هزاع بريش، ولد شيخ الروائيين علي بريش، شاعر كاتب روائي قصصي في لمسات جميله، صحفي مذيع عنده برامج، فجمع جانب ادبي مع التخصص فجميل. مريم الزعابي ايضا قصه رائعه وهدتني كتبها، واللي ومريم تدربت معنا زمان في التخصص التراث. والشخصيه الثالثه فهد المعمري، وما شاء الله عليه جمع التاريخ الشفوي على النبط على الشعر على الكتاب على الاذاعه، ففهد تشكيله جميله من كتابنا وادبائنا المعاصرين. في نهايه الحلقه نشكرك استاذ الدكتور حمد بن صراي على تشريفك لنا في هذا البرنامج وعلى هذه المعلومات الثرية. إذن أعزائي المشاهدين، وصلنا معكم إلى نهاية الحلقة، وانتظرونا في الحلقة القادمة وشخصية أخرى يسرد لنا عن تاريخه ومسيرته.